السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واذكروا الله يا حبايبي، لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. حبايب قلبي، النهارده ان شاء الله هنعمل بيتزا يا حبايب قلبي، من غير ما نعجن، من غير ما نبهدل نفسنا دقيق ولا نعمل اي تعب. حبايب قلبي سهله بسيطه ان شاء الله، ونخش المطبخ مع بعض نعملوها بمكونات سهله بسيطه وكلها موجوده في البيت. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، واسرع بيتزا حبايب قلبي واحلى بيتزا ان شاء الله تجربوها وتطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. ربنا يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. لو الفيديو عجبكم حبايب قلبي حطوا اللايك، واللي مشتركش في القناه يشترك، واللي مفعلش زر الجرس يفعله عشان يوصل مني كل جديد. يلا بينا على المطبخ نشوف التكات والحركات بتاعتنا ايه، نعملها مع بعض. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واذكروا الله، لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. حبايب قلبي، قبل ما نخش في الوصفه بتاعتنا ان شاء الله النهارده، هندعي لاخواتنا في غزه وفلسطين وفي رفح ينصرهم على من يعاديهم ان شاء الله، يرحم امواتهم وامواتنا واموات المسلمين اجمعين، يشفي مرضاهم ومرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. اللهم امين يا رب العالمين. الا ان نصر الله قريب، يا رب يجعل نصرهم قريب ان شاء الله، ينصرهم على من يعاديهم. اللهم امين يا رب، ينصرهم نصر عزيز المقتدر ان شاء الله باذن الله، يتعجب منه اهل السماء والارض. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم تقبل، اللهم استجب، يا رب يجعل واحد مننا بس صالح ان شاء الله، ويتقبل مننا ان شاء الله جميعا. اللهم امين يا رب العالمين. حبايب قلبي، النهارده هنعمل مع بعض بيتزا، بس مش هنعجن بقى حبايب قلبي، ولا عجين ودقيق والكلام ده كله، لا لا لا، مش هنعمل كل الكلام ده كله. هنعمل بيتزا حبايب قلبي سهله خالص، بمكونات سهله وفي منتهى الجمال ان شاء الله، تطلع معاكي تحفه وفي حته ثانيه خالص. اللي هي ايه حبايب قلبي هنعمل بيها ايه؟ جبت رغيف يا حبايب قلبي بلدي، تمام كده، قطعته زي ما انتم شايفين كده اتنين، تمام كده. خليكم معايا حبايب قلبي. مكوناتنا بقى ايه؟ جبت رغيف حبايب قلبي قطعته على اتنين زي ما انتم شايفين، جبت الطاسه التفال دي ودهنتها نقطه زيت بسيطه خالص، تمام، وحطينا النص الرغيف. عملنا ايه حبايب قلبي؟ جبت البسطرمه قطعتها قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده، وجبنا الزيتون، ما لقيتش زيتون متخرط جبته وانا خرطته، تمام. معانا فلفل حامي وفلفل بارد حبايب قلبي برده مخرطاه حلقات، ومعايا طماطم متخرطه حلقات، ومعانا التسبيكه بتاعه البيتزا حبايب قلبي. عملناها ازاي ديت حبايب قلبي؟ ضربنا الطماطم في الخلاط، تمام كده، وبعد كده سخنا حبه زيت مع نص معلقه سمنه، ورحنا حاطينها على النار حبايب قلبي. حطيت لها ايه قبل ما اول ما حطيتها على النار؟ الصلصه. اول ما السمنه والزيت سخنوا حطيت لها حبه توم باودر، فلفل اسمر، حبه ملح، وخلص على كده حبايب قلبي. دي الصلصه بتاعت الايه؟ بتاعت البيتزا حبايب قلبي. هنعمل ايه بقى؟ هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدا ان احنا نحط كده حبايب قلبي على الرغيف بتاعنا، تمام كده، كده زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. حاجه حبايب قلبي بقى اولادك هيفرحوا بيها جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت كمان موفره. البيتزا دلوقتي بقت بكام حبايبي؟ طب واحنا على ايه؟ احنا نعمل الحاجه دي في البيت ان شاء الله باذن الله، والولاد هتبقى مبهوره بيها في منتهى الجمال ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين، ويا رب ان شاء الله تجربوا طريقتي دي وتعجبكم. تنفع بقى الفطار، تنفع الغدا، تنفع العشاء، تنفع زي ما انت عايزه تعملي اعملي، تمام كده حبايبي زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنجيب ايه يا حبايبي؟ هنجيب الطماطم، بسم الله كده زي ما انتم شايفين، هنرص كده، ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين. يا رب حبايبي اكون فعلا قادره اوصل معلومه وتكونوا بتستفادوا مني. خليكم معايا يا حبايبي. بص حبايبي قبل، رصيت طبقه الطماطم، تمام كده، وعليها الفلفل، ماشي. هنجيب بقى البسطرمه ونوزع كده حبايب قلبي في كل حته، بسطرمه معانا. ومعانا ايه يا حبايب قلبي كمان؟ معانا جبنه شيدر، ومعانا جبنه موتزاريلا، تمام ان شاء الله باذن الله هنحط منها برده، بس الاول نرص حاجتنا دي، وبعد كده واحده واحده مع بعض كده زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، الله اكبر. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم حبايبي، يا رب ان شاء الله تجربوها، واللي جربها حبايب قلبي يكتب لي في الكومنتات، تمام كده، كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. هناخد بقى الزيتون كده، واحلى بيتزا حبايب قلبي ولا عجننا،
ولا تعبنا نفسينا، تمام كده. وان شاء الله باذن الله تبقى احلى كمان، لو انتوا عملتوها تبقى احلى معاكم من ما انا ما عملت، تمام كده. بس هنحط حته زيتونه تاني، هنجيب بقى الجبنات، خليكم معايا. بص حبايب قلبي، واجد البيتزا بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، هنحطها بقى على النار، هغطيها حبايب قلبي على عين البوتاجاز من فوق، تمام كده. هغطيها على عين البوتاجاز يا حبايب قلبي لحد ما احس ان الجبنه ساحت عليها والدنيا كده بقت معانا تمام واستوت بقت زي الفل. ان شاء الله باذن الله تجربوا الطريقه دي وتعجبكم باذن الله. اول ما تنزل من على النار هوريها لكم، خليكم معايا. رجعت معاكم يا حبايبي بعد ما طلعت البيتزا بتاعتنا. بصوا حبايب قلبي بقى، شايفين وش، شايفين الرغيف عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تحفه تحفه بجد بالامانه، ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتطلع معاكم احسن من ما عملت حبايب قلبي، وسهله وسريعه حبايب قلبي. يعني وقاعده بالليل الولاد طلبوا بيتزا، بدل ما نجيب بيتزا من بره احنا نعملها في البيت، واسهل ما من ان احنا نروح نشتري حبايب قلبي، والحاجه بقت غاليه جدا بره. طب وعلى ايه؟ بحاجات بسيطه ان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. بتعملي احلى عشاء حبايب قلبي، واحلى فطار، احلى غدا، ما شاء الله حاجه فعلا تشرفك قدام ضيوفك. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. ان شاء الله الفيديو عجبكم، اعملوا له شير لو عجبكم الفيديو حبايب قلبي، حطوا اللايك. اللي ما اشتركش في القناه اشترك، اللي ما فعلش زر الجرس يفعله، وتصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تذكروا الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.